السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. في يوم انقسام المدينة من تشكيلة يونايتد توقفت واحد من اشرس ديربيات يونايتد في كرة تاتي ولكن ضعيفة، وما زالت كيفن دي بروين وما زالت تقدم تمريرة الى برناردو، ارضية تاتي، الله جديد، هذا هو سيتيزنز، لا جديد، هذه هي أهدافه وهذه هي سرعة انطلاقات لاعبيه وهذه هي ولما زالت قائمة تمريرة إلى كيفن دي بروين والعرضية، كرة خطيرة تأتي فودون، راقبوا هالاند ولكنهم كل هذه الركلة، غوندوغان والتصويب، الله بينما اللعب يستمر والانطلاقه من لكن هذا ديربي، هذا ديربي، اوه يا دي بروين، لدينا جريليش خطيره تاتي جول، اوه كره عاليه راسيه تاتي، هالاند هالاند، جول جول، هذا السفاح يثير الذعر هنا في دوري الانجليز في اول ديربي يسجل، نعم هدف دي بروين، يحاول دي بروين والعرضية، الله 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 الله، ابدا 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 لا يتوقف ماكينة الاهداف، ابدا لا تتوقف هالاند من جديد بإطلالة جديدة مرة اخرى، هالاند هو العنوان الاكبر وهو من يتصدر كل الان، تأتي بعد ذلك الشغف الوكر وصول بعد ذلك عبر كرة من الجانب الأيمن عرضية تأتي ولكن حالد راح حالد عرضية، الله هذا يسمى التمرد على المألوف، نعم هذا الذي نسميه التمرد على المألوف، لأن النتيجة دائما واحدة فهي إبداع فريق مانشستر سيتي، أربعة أهداف وهنا لدي، شكرا محمد سعدون الكواري، حاول قائمة أنتوني يتقدم والتصويب، الله الله، وصلت عن طريق سيلفا إلى هالاند، لا 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 لا، دي بروين التمريرة ممتازة عرضية خطيرة، الله يتقدم يمرر كرة خطيرة، قوية، اي والله قوية قوية قوية، هذه النتيجة يا سيتي قوية، ماذا خطيرة تأتي، فرصة لا تصيب، جول جول، الهدف الثاني عن طريق مارسيال، نعم حتى وفي وقت الانهيار اليونايتد هنا يسجل الهدف الثاني في هذه اللحظات عن طريق مارسيال، يخفف من وطاة هذه مارسيال من علامة الجزاء، مارسيال يسجل ببراعة 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 ليسجل جدا على مرمى الحارس وعلى الحارس سيفيرسون ليسجل الهدف الثالث لمصلحة اليونايتد في مباراة إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.